البطولة جميعا. إذن أستاذ وليد الحدادي مسؤول الميدان إشارة، نبدأ باستقبال البطولة الرابعة، بطولة الأفحل للخيل العربية السعودية، سو نكست شامبيون. والبيستاليون شامبيونشيب. We have now Kingdom Saudi Arabia and the Bread Championship Stallions.
إذن شاهدنا جميع هذه الفحول المشاركة في هذه البطولة، بطولة الفحول للخيل العربية السعودية. شاهدنا الآن من خلال الحركة، والآن يبدأ التحكيم عليها، نظام البطولات وليس نظام الفئات والتصويت. سوف نشاهد جميع وبصف واحد، يبدأ الحكام بالاقتراب والتأكد من المواصفات، والخيار بيد الحكام. الذي يريد أن يكون ذهب يأخذ 10 نقاط، الذي يريد أن يكون فضة 8 نقاط، والذي يريد أن يكون برونز 6 نقاط، وهكذا تنازلي. نجمع النقاط بعدها ونعلن الأبطال الثلاث. اللحظات الأخيرة، عرض سادة الحكام أنهى،
والبعض الآخر على وشك. نحن ننتظر أنه الآن. Thank you handlers. الآن أنهوا سياراتهم من السادة الحكام وننتظر جمع النقاط. This program is offered by This program is offered by This program is offered by Thank you.
إذن وصلت النتيجة الآن ونبدأ مع صاحب الميدالية البرونزية. برونز ميدلز goes to horse number 450 رقم 450 ليث دي راب. ألف مبروك للأستاذ ماجد بن حسن بن ناصر الغشيان مربط العارض الميدالية البرونزية. أين أنت يا ليث دي راب؟ تفضل صاحب الميدالية البرونزية. ليث دي راب تفضل صاحب الميدالية البرونزية. هذا هو ليث دي راب. Congratulations for ليث دي راب. I'm an announcer. Silver medalist goes to horse number 447 رقم 447 فهد عذبة. ألف مبروك لصاحب السمو الملك الأمير أحمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. ألف مبروك لفهد عذبة الميدالية الفضية. أين أنت يا فهد عذبة؟ تفضل. هذا هو فهد عذبة مبروك. ونذهب الآن لصاحب الميدالية الذهبية جولد ميدلست هورس نمبر اكسلنت نمبر 444 بلسم عذبة. ألف مبروك لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود الميدالية الذهبية. ألف مبروك لهذا الجواد الجميل بلسم عذبة رقم 444. هذا هو بلسم عذبة مبروك الميدالية الذهبية. ألف مبروك. ويتفضل لتتويج سعادة الأستاذ عبد العزيز بن سعود المقبل مدير عام مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة عضو مجلس إدارة هيئة الفروسية. تفضل مشكورا أبو عبد الرحمن ليتوج الفائزين في الميداليات الثلاث. إذن فهد عذبة يختال بجماله هذا الفهد العربي الأصيل السعودي. فهد عذبة حصل على الميدالية الذهبية. هذا الجميل القوي الأصيل من الأب نمار ومن الأم مندوبة. ونبارك لمالكه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. ألف مبروك الميدالية الذهبية. ويتفضل سعادة الأستاذ عبد العزيز بن سعود المقبل مدير عام مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة عضو مجلس إدارة هيئة الفروسية. يتفضل مشكورا ليتوج الأبطال الثلاث. ألف مبروك لفهد عذبة. ألف مبروك لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود مالك هذا الجواد الرائع الجواد العربي السعودي فهد عذبة. ألف مبروك استاهلون الميدالية الذهبية
كانت هي رقم 444، والذي فاز بالميدالية الذهبية رقم 444 بلسم. الفائز كان قبله بلسم عذبة، ألف مبروك لبلسم عذبة رقم 444 صاحب الرقم المميز. ذكرنا 444 بلسم عذبة يختال بجماله بأربع أربعات برقمه، وبالذهب باختياله بالجمال بلسم عذبة الرائع. ألف مبروك لبلسم عذبة المميز بالميدالية الذهبية، ونذهب لصاحب الميدالية الفضية رقم 47 فهد عذبة. فهد عذبة وصاحب الميدالية الفضية، نبارك صاحب السمو الملك الأمير أحمد بن عبد العزيز.